من جديد اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة. دكتور محمد، بما انك رئيس اللجنه التعليميه، نبي نعرف اليه عمل هذه اللجنه وكذلك الاولويات او اهم الاولويات عندكم في اللجنه التعليميه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه نرحب بالمشاهدين الكرام، ويسعدنا ان نكون في هذا البرنامج المتميز نبض اللجان، وحتى نتحدث عن اللجنه التعليميه وغيرها من الامور. اللجنة التعليمية هي من اللجان الهامة والأساسية، وهناك الكثير من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها طلبات تكليف مقدمة من المجلس واحد الخاص بالنظر بالتعيينات وبالابتعاث في جامعة الكويت وكذلك التطبيقي، وبالإضافة إلى قضية اللي هو تسرب الاختبارات وما أثير حول هذا الموضوع، والموضوع الأخير اللي هو الخاص بالشهادات الغير معتمدة المزورة أو من جامعات مثلا وهمية. فراح يعني استأنفت اللجنة وتم دعوة الجهات المختصة وناقشنا وياهم هذه المواضيع، وراح نحقق أكثر. وجهنا أسئلة للوزير المختص وننتظر حتى ترد الإجابة، ومن ثم ندعو مرة أخرى الجهات المختصة حتى نعد التقرير اللازم حول هذه القضايا. وشنو صار على قانون الجامعات الحكومية؟ في تطور بشأن هذا الملف؟ هو من القوانين الهامة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، محال من قبل الحكومة هذا الموضوع أو هذا القانون. من القوانين اللي تحتاج إلى دراسة، فيه مواد كثيرة، يرتبط بجهات كثيرة، فعلا فيه فجوة تشريعية يحتاج نحن ننجز هذا الموضوع. تم تكليف 2 من الزملاء لجنة فرعية حتى يعدون تقرير حول ملاحظاتهم على هذا القانون ومواده، وإن شاء الله حالما ينتهون من دراسته راح يتم استدعاء الجهات المختصة ومن ثم مناقشة معهم هذا القانون. نعم، نائب دكتور محمد الحويلة، أنت قدمت مقترح بتعديل قانون البدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية، شنو صار على هذا المقترح؟ هو مقترح تم تقديمه يعني من أكثر من نائب، وأنا يشرفني أن أكون أحد النواب. تم الانتهاء منه باللجنة التشريعية، تم إحالته الآن للتعليمية. إن شاء الله راح نعقد اجتماع خاص لمناقشة هذا المقترح. بالتأكيد مهنة ومكانة المعلم يعني ذو رفعة وشأن عالي عندنا في بلدنا وفي البلدان المتقدمة، لما لدوره من أهمية كبيرة في التنشئة الصالحة في دعم المسيرة التعليمية. إن شاء الله هناك كذلك قانون آخر حماية المعلم من ضمن القوانين اللي تم الانتهاء من دراستها في التشريعية ومحالة لنا في التعليمية. غير من المواضيع الهامة قانون جامعة جابر، قدمته مع 4 من النواب بصفة استعجال، وإن شاء الله راح يتم دراسته ومن ثم يعني إرسالة للمجلس حتى التصويت عليه. كذلك صندوق دعم الطالب، هذا من القوانين اللي يفترض أن يتم الاستعجال كذلك فيها حتى تدعم الطالب وترفع عنه العبء المالي وتمكنه من مواصلة دراسته الجامعية. كذلك في عندنا قوانين خاصة في تنمية مهارات المعلم، كذلك استقلالية المدرسة وجعلها بيئة جاذبة للطلبة، وأن تكون فعلا المدرسة كما هو من النموذج المتطور أن تكون مدارس ذكية، وإن شاء الله هذا راح يطبق في العام القادم ما يقارب 150 إلى 180 مدرسة إن شاء الله يطبق عليها هذا النظام. نعم، النظام هذا الحديث. نائب دكتور محمد الحويلة، تفضلت وتحدثت عن موضوع قانون حماية المعلم، ايش رايك بهذا القانون؟ هل يعني تعملون فعليا وجديا على اقراره؟ والله مثل ما ذكرت يعني المعلم عندنا في الكويت يعني لله الحمد يعني تم تحقيق له الجانب المادي المعنوي، حوافز وبدلات فعلا جعلت
المعلم يستقر وظيفيا، ومطلوب كذلك أن يتم حمايته من أي سلبيات قد تؤثر على عطائه وتقديم رسالته. كذلك عندنا بعد قوانين يعني هامة لباقي عناصر العملية التعليمية. عندنا ركن أو جانب أساسي لا زال لم يعني يمنح حقه ولم يتم إنصافه، اللي هم شريحة الأخصائيين الاجتماعيين بالضبط. والنفسيين، وكذلك اللي هم التقنيات التربوية. قدمت مع مجموعة من الزملاء كذلك مقترح خاص ببدلات كوادر خاصة. كادر شنو صار عليه المقترح هذا؟ والله إن شاء الله راح يعني يتم دراسته في التعليمية ويتم إن شاء الله الموافقة عليه، لأنه في دعم من قبل اللجنة. في الاجتماع السابق استدعينا جمعية الخدمة الاجتماعية وكذلك جمعية المعلمين وكذلك وزارة التربية، ناقشنا معهم العقبات التي تواجه هذه المهنة اليوم. يعني مثل ما أنت عارف، ركن أساسي أو عنصر أساسي في عناصر العملية التعليمية هو يعني مكمل لعمل المعلم. الأخصائي الاجتماعي والنفساني عندهم ثلاث أهداف: الهدف الإنمائي، وكذلك العلاجي، وكذلك اللي هو الوقائي. بداية الوقائي ومن ثم العلاجي والإنمائي، يعني دوره كبير وهام، لكن لم ينصف ولم يمنح البدلات المطلوبة. بعدما تم استدعاء وزارة التربية وجدنا أن هناك مشكلة في مسمى الأخصائيين والنفسانيين والاجتماعيين، هناك مشكلة في عملية ترفيعهم، هناك مشكلة كذلك في عملية نهاية الخدمة والأعمال الممتازة وغيرها من الأمور يفترض أن يتم حسمها، ويعني يعانون من عياء مهني. حتى نحقق لهم الرضا الوظيفي والاستقرار الوظيفي علينا أن ننصفهم، أن هذا راح ينعكس إيجابياً على المسيرة التعليمية لأبنائنا. وبالنسبة للرأي الحكومي أثناء اجتماعات اللجنة لمناقشة هذه المواضيع خصوصا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك قانون حماية المعلم، هل الحكومة عندها مانع أو تعارض هذا الأمر؟ وجدنا تفهم من وزارة التربية، ولكن يفترض أن هم يكونوا جادين في عملية أن يتبنون هذه المطالب. حسب ما ذكرونا أن في مخاطبات لديوان الخدمة، طلبنا منهم هذه المخاطبات بشكل رسمي، وجدنا أن هناك كذلك قصور. وصلت المطالبات هذه شفتوها؟ حتى الآن كان في يوم الأحد الماضي طلبنا منهم أن يوافونا بمعلومات دقيقة حول مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين، وما هي الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة من أجل إنصافهم وتحقيق لهم هذه البدلات التي توفر لهم الاستقرار الوظيفي. وإن شاء الله راح نواصل ونتابع، يعني حتى يعني تبنينا إن شاء الله توجه اللي هو أن يكون هناك قانون خاص. قدمنا هذا القانون حتى يتم تحقيق لهم الامتيازات المالية اللي إن شاء الله توفر لهم الجانب المعنوي والمادي إن شاء الله. برأيك ما هي أسباب تدني وضعف مستويات التعليم في الكويت وكذلك تعثر الطلبة المبتعثين؟ يؤسفنا صراحة أن النظام التعليمي في الكويت يحتاج إلى قربلة. الهيكل الخاص في التعليم يحتاج، سواء في التعليم العام أو حتى التعليم العالي. يعني هل يعقل أن ما عندنا جهة تنظم مؤسسات التعليم العالي في يعني في الكويت؟ يعني يفترض أن عندنا هيئة أو عندنا مجلس يتابع هذه المؤسسات، يعني يتعامل معهم بما ينبغي ليوفر لهم الاحتياجات المطلوبة. وزارة التعليم العالي ما تتابع؟ هي في عمل، لكن العمل هذا يعني غير كامل، لأن متى ما كان هناك قصور تشريعي الواجبات المطلوبة من هذه المؤسسة راح تكون ناقصة. فراجعنا القوانين الموجودة، فعلا تحتاج إلى قانون ينظم العمل في مؤسسات التعليم العالي. كذلك القانون المدرج على جدول أعمال اللجنة اللي هو قانون الجامعات الحكومية، فيه جانب
يعالج القصور في التشريع الحالي. إن شاء الله يعني متى ما انتهينا منها بإذن الله راح يعني يكون هناك ارتقاء في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي كذلك الشق الآخر اللي لا يقل أهمية عن التعليم العالي هو الأساس اللي هو التعليم العام. مدارسنا تحتاج إلى تطوير، مثل ما ذكرنا مثال على ذلك المدارس الذكية. يعني الاهتمام بمكونات المدرسة أصبح ضرورة حتى تكون هذه البيئة مناسبة، تكون جاذبة للمعلم ومن ثم للطالب، وتوفر له الاحتياجات الضرورية حتى هنا نستطيع أن نرتقي بمخرجات هذه المدارس. في اللي هو النموذج الكوري، كوريا الجنوبية تهتم كثير في التعليم وقاعدة تقطف ثمار هذا الاهتمام. في إدارة أو هيئة أو مؤسسة يعني شغلها الشاغل التفتيش وتقييم عمل الرقابة على عمل المؤسسات التعليمية سواء في المدارس أو في الجامعات، هذه يعني تابعة لرئيس الوزراء مباشرة. حتى وزير التربية يعني حتى مسمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية. الاهتمام بالتعليم اليوم يعني راح ينعكس إيجابيا على باقي الجوانب الحياتية. التعليم إذا أردنا أن نخرج أجيال قادرين على دعم العملية التنموية، اليوم خير استثمار في العنصر البشري. إذا اهتمينا في العنصر البشري نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة في جميع الجوانب الحياتية. نعم، احنا راح نكمل حوارنا النائب دكتور محمد هادي الحويلة لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب محمد هادي الحويلة. دكتور محمد، انت ذكرت ان في عندنا مشكلة بالتعليم العام، لكن شنو تشخيصك لهذه المشكلة؟ هي المشكلة موجودة، أعتقد اليوم من خلال متابعتك للوضع في المدارس راح ترصد أن في تسرب كبير من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة. من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة. نعم. كذلك عندك مشكلة كذلك في كثرة الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة في الكويت. شنو الحل؟ أنا لما نرصد هذه المؤشرات نعلم أن في خلل عندنا في مدارسنا. لما تشوف كذلك عدم قدرة مخرجات المدارس أو التعليم العام وعدم قدرتها بمواصلة دراستها الجامعية، البعض منهم احنا قاعدين نقول النسبة في زيادة. نعم. فهذا يؤكد أن عندنا خلل في مكونات هذه العملية التعليمية أو عملية الإعداد. إعداد المعلم يفترض أنها تكون وفق معايير معينة، يكون في مركز متخصص اكسابهم المهارات المطلوبة. حتى أنت الحين وفرت له البدلات المطلوبة، لكن بالمقابل يفترض أنك تزيد كذلك من إمكانياته المهنية حتى أنه يكون قادر على مواصلة مسيرته في عملية تلقين وعملية اكساب المتلقين المهارات المختلفة المعرفية. عندنا كذلك مشكلة أخرى اللي هي في المرفق، المدرسة، المباني يفترض أن يكون عندهم اللي هو التطور المستمر. اليوم التقنيات التربوية أو الوسائل التعليمية الإلكتروني ما هو مطبق بالشكل المطلوب دون المستوى. تكنولوجيا التعليم لا زالت قاصرة في مدارسنا. اليوم مع تطور مفهوم التعليم أصبح التعليم اليوم إلكتروني، تستخدم التكنولوجيا الحديثة، التقنيات التربوية والتعليمية اليوم منتشرة في المدارس الحديثة الذكية. فحتى نطور من النظام التعليمي يفترض أن نهتم أكثر في المعلم، كذلك نهتم بالجوانب اللي تمكن هذا المعلم مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين. هل يعقل أن يكون عندك في سنة 2015 و2016 ولا كويتي و12 يقابلهم 12 غير كويتي؟ ولا كويتي. فالعزوف
في مشكلة. هذا بالنسبة للأخصائيين على سبيل المثال، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين يعني أصبحت طاردة. المشكلة يمكن تكون في البداية التحاق الطلبة في هذا التخصص، اليوم أصبح تخصص طارد. فحتى نعالج هذه الأمور يفترض أن يكون هناك استراتيجية واضحة، حتى الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل لا زالت حتى ما قاعدين نشوف ربط صحيح يتخرج الطالب ولا يحصل له عمل. هذه راح نتكلم عنها دكتور محمد، اللي هي التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية. مطلوب أن نتبع طريقة حديثة جديدة في عملية تطوير التعليم، من تطوير قدرات المعلم أن تكون المدارس ذكية مطورة في جميع مرافقها، المختبرات، الصفوف المدرسية، الساحات، غيرها من الاحتياجات الضرورية توفر، يكون في استقلالية في الإدارة المدرسية، أن يتم يعني منحها الربط المالي المطلوب. بعض هذه المدارس لا يستطيع أن حتى يعمل الصيانة الدورية. يعني تخيل في عز الصيف وأثناء اللي يعني إحنا نقول مقتربين على فصل الصيف تعطل بعض المكيفات، والمراحل العمرية بعض منها لا يستطيع أن يركز من قوة يعني والضغط اللي موجود المناخي. بالنسبة يعني قاعد نتكلم عن المعلم وندور حول المعلم دكتور محمد، المعلم يعاني أيضا من الأمور الإدارية اللي يكون مكلف فيها. ما في عندكم تحرك بهذا الشأن، مسألة الأمور الإدارية اللي يكلف فيها المعلم أنه يتم إعفاء من هذه الأمور؟ هو المعلم يتم تكليفه بوظائف ما هي من اختصاصاته في بعض الأحيان، وبالتالي يؤثرون على وقته، على جهده، على تركيزه. أضف إلى ذلك يسندون بعض المهام للأخصائيين وما هي من اختصاصاته. اليوم الأخصائي النفسي والاجتماعي أمامه مسؤولية كبيرة. أنت لما تربط المدرسة بالطالب بالأسرة أمر ما هو سهل. اليوم حتى محاربة السلوكيات السلبية في المدارس أمر في غاية الصعوبة، حتى أنك ترصد هذه السلوكيات ومن ثم تعالجها، أو بالأحرى بالبداية تعمل الوقاية المطلوبة، وإذا حصل ورصدت بعض السلوكيات أو بعض الأمراض تتعامل معها سواء بشكل فردي أو جماعي أو عبر اتصال بالمدرسة، إدارة المدرسة أو الأسرة. مهام كبيرة، فمكن هذه العناصر، وفر لها. اليوم العياء المهني الحاصل في بعض الوظائف العاملة في المدرسة هذا يؤثر بالتأكيد على مخرجات هذه المدرسة. نعم، وإذا تكلمنا عن التنسيق ما بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، ليش ما في تنسيق بينهم؟ هو هذا أمر رصدناه احنا في لجنة الميزانيات. يعني سبق وأن اجتمعنا مع أكثر من جهة، نجد أن في شواقر، وللأسف هذه الشواقر يفترض أن تعطي طلب للجهات المسؤولة في التطبيقي أن توفر هذه الاحتياجات، في جامعة الكويت أن توفر هذه الاحتياجات، كذلك عملية الخدمة المدنية عندهم أيضا واجباتهم مسؤولياتهم في تزويد هذه الجهات باحتياجاتها، حتى نقضي إذا كنا نتكلم حتى عملية سياسة الإحلال ما هي مطبقة بالشكل الصحيح. يعني في اختصاصات تقدر تستعيضهم بعمالة أو بكفاءات وطنية ولا زالت الأمور على ما هي عليه، حتى أن تكون فيه آلية واضحة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل. يفترض أن تكون جميع المؤسسات المعنية تشارك بهذا الموضوع، لا أن تعمل كل مؤسسة على حدة ومن ثم لا تصل إلى حل لهذه القضية. وشنو صار على موضوع الشهادات المزورة، تسرب الاختبارات، الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت التطبيقية، وين وصلتوا فيهم؟ حنا استأنفنا العمل، يعني وإن كانت مواضيع كبيرة ومتشعبة ولسنوات طويلة كما اتفقت اللجنة أن تناقش هذه المواضيع من سنة 2010 حتى تاريخه،
تتطلب جهد كبير. النواب جزاهم الله خير أعضاء اللجنة يعني مجتهدين في عملية يعني بحث هذه القضايا، تم استدعاء الجهات المعنية، بحثنا وياهم بكيفية يعني تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة حتى نحقق بشكل صحيح، ومن ثم نعد التقارير المطلوبة. ظاهرة اللي حصلت تسرب الاختبارات أمر يعني لا يحقق العدل والمساواة حتى بين مخرجات التعليم العام، كذلك يؤثر حتى على هذه المخرجات وجودتها. مشكلة الابتعاث والتعيينات في جامعة الكويت والتطبيقي تحتاج إلى دراسة شاملة وافية حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، نعم، ونعطي كل ذي حق حقه. كذلك مشكلة الشهادات الغير معتمدة، قضية يعني أشغلت بال الشارع الكويتي، يتساءلون وين هذه الفئة أو من هم أصحاب هذه الشهادات حتى نتمكن من بحثها. طلبنا يعني أسئلة، طلبنا إجابات من وزير التربية، ونحن ننتظر هذه الإجابات حتى نستطيع أن يعني نحدد من هو المسؤول ومن يعني أثر على هذه يعني الأمور بشكلها السلبي. نعم، تكلمت وتفضلت عن لجنة الميزانيات، وانت عضو كذلك في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، هل لمستم تعاون الجهات الحكومية في التعاطي مع ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية؟ والله ما هو كل المؤسسات أو الجهات الحكومية يعني نقول متعاونة، التفاوت في عملية التعاون، بعض منها متعاون إلى حد كبير، بعض منها يعني نقول متوسط، بعض منها جدا ضعيف، وفي توجه لدى اللجنة برفض ميزانيات بعض الجهات. فهناك ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، هناك تقارير تؤكد أن هناك مخالفات، اللجنة يعني قاعدة تبحث هذه الأمور. نستدعي يعني من أكثر اللجان عقدا لاجتماعات لجنة الميزانيات، تقريبا 3 إلى 4 اجتماعات في الأسبوع، يعني أمر يعني جدا طيب. وبالتالي أمامنا مسؤولية كبيرة أن نتحقق من سير الميزانيات في هذه الجهات، ومن ثم وضع تقرير حول هذه الميزانيات حتى تكون الأمور واضحة أمام المجلس، حتى يستطيع أن يصوت بناء على معلومات دقيقة. نعم، شنو قراءتك وتقييمك لبرنامج عمل الحكومة؟ برنامج عمل الحكومة يعني لا يختلف عن السنوات الماضية، نفس البرامج، يعني يختلف بأمور شكلية سطحية، وما يعني تكلمنا عنه وكثير من النواب يعني أشار له، يفترض أن تحدد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع. مشكلة عندنا أن تكون بعض هذه البرامج أو بعض هذه المشاريع موجودة في برنامج عمل الحكومة، ولكن سنة سنتين ما نشوف شيء على أرض الواقع. فأكدنا أن من الواجب أن ما يذكر في برنامج عمل الحكومة هو ما يتم عمله وتطبيقه، لا أن نضع أمور شكلية فقط، حبر على ورق، وبعدين بالأخير نصطدم أنها أحلام. نطالب الحكومة أن تضع برنامج عمل قابل للتطبيق، وأن يكون هذا العمل بما يعني يتوافق مع حاجة البلد وبما يحقق طموح المواطنين. النائب دكتور محمد الحويلة، أنت تقدمت بعدة مقترحات لتطوير الخدمات بمدينة صباح الأحمد، شنو صار على هذه المقترحات؟ صباح الأحمد أو مدينة صباح الأحمد لها يعني مكانة خاصة في قلوب أهل الكويت، كونها تحمل اسم صاحب السمو، وهي أكبر مشروع إسكاني في الكويت، وهذه المنطقة بعيدة عن المناطق السكنية الأخرى، فتحتاج إلى وقفة من المجلس ومن الحكومة في تحقيق اللي هو المحور الخدمي
وتوفير الاحتياجات الضرورية لأهالي المنطقة. المحور الخدمي يعني وجهت كثير من الأسئلة والمقترحات واقتراحات كذلك بقوانين في توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية لأهالي المنطقة، منها اللي هو مقترح بإنشاء مستشفى، أن يكون هذا المستشفى متكامل يلبي احتياجات المنطقة، ومثل ما أنت عارف تقريبا 60 كيلو عن أقرب مستشفى اللي هو مستشفى العدان، وحتى مستشفى العدان لا يستطيع حتى أن يلبي احتياجاتهم نظرا لأن الطاقة الاستيعابية أو حتى الإمكانيات المستشفى عاجزة عن توفير العلاج والرعاية لسكان المنطقة المجاورة. فكذلك اللي هو إنشاء جامعة ومعاهد وكليات لهذه المدينة حتى نستطيع أن نوفر لهم الاحتياجات التعليمية المناسبة، وأضف إلى ذلك كل ما تحتاج لها المدينة من منطقة تجارية وخدمات خاصة كنقاط أمنية وكجمعيات وكذلك مراكز رعاية أولية، فقط واحد اللي تم افتتاحه، والمدينة تحتاج أقل شيء إلى 3 مراكز صحية أولية. فالمدينة مدينة جديدة تحتاج منا جهد استثنائي حتى يتم يعني توفير الاستقرار لكل من يسكن هذه المدينة العزيزة علينا جميعا. نعم من نائب دكتور محمد هادي الحويلة، احنا وصلنا الى ختام هذا اللقاء، اذا عندك كلمة اخيرة تفضل فيها. كلمة اولا اشكرك يعني انك تحت لنا المجال الى ان نتحدث للمشاهد الكريم، وكذلك ان نتكلم عن عملنا في لجنة الشؤون التعليمية وغيره من الامور، فاكرر شكري لك والعاملين في هذا البرنامج المميز، وما نقوله أن نسأل الله أن يوفقنا لخدمة بلدنا وأن نحقق ما يصبو له كل مواطن كويتي. الشكر لك نائب دكتور محمد هادي الحويلة على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، فشكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.